يو اتس يور بوي تراك بايلد فيديو جديد وما الدراري بجيت نقدم لكم الدراري واحد المسجد اسلامي اسلاميك سنتر اوف لور روكس هنا في ولايه اركانساس. هذا واحد المسجد ديال المسلمين اللي فيه العرب. المهم برادرز غادي نقدم لكم لور روكس غادي نتلاقاو بالامام. كاين واحد الامام هو اللي مغربي امام مغربي هو اللي كيصلي بالناس هنا. المهم اي تراكر الى كنت دايز ولايه اركانساس تقدر توقف هاد الاسلاميك سنتر دي اوفر جود سيرفيسز. تقدر تجي تشرب قهوه يستضفوك حسن الضيافه اللي معروفين بها. وما نقدم لكم الامام ديال المسجد وغادي نديروا واحد الاوفر فيو على هاد الجامع. هاي السلام عليكم. المهم الدراري معكم الامام ديال المسجد الشاب اسامه هو الامام ديال المسجد. المهم الشاب اسامه الى كان ممكن تعطينا واحد الاوفر فيو على المسجد. المكان اللي كاين ديال الصلاه. اوكي يعني تقريبا اسامه شنو هما المواعيد ديال الصلاه تقريبا؟ المواعيد اوقات ديال الصلاه الفجر كيبدا من 6 وفي هذه الفتره يعني اوكي من 6 وقسمين والمغرب العشاء من كنصليو مع 7:30 اوكي. الاذان كيكون فرق ما بين الاذان وما بين الاقامه بزاف يعني ساعه وساعتين يعني على قبل الناس خدامين وداك الشيء. وهنايا هذا هو المطبخ يعني كيكون الفطور كل نهار لحد هنايا كيكون يعني الناس مجموعين في الصباح اوكي واللي بغى يجي يشرب قهوه يعني ياكل اي حاجه يشرب اتاي يعني في اي وقت هذا الشيء يعني ديال انه يشرب قهوه. This is can have the room تقرا اكسترا روم للدراري الصغار. اي واحد جا لهنا للولايه مرحبا به يتصل بنا يجي للجامع هنا اللي فيه اسامه ويرتاح يشرب ليه قهوه تما يمشي في الطريق. اي واحد جا وعنده شي مشكل وهذه يتصل بينا وحنا ان شاء الله غادي نقوموا بالواجب الا حنا موجودين. ساوند جود. المهم الدراري هذا ما كان الدراري ديس فيديو فور توداي. مسجد الدراري كيف قلت لكم كاين في اركانساس لو روك. الا كان اخا ميلو تعطينا غير الادريس بالضبط الا كان يلا هنايا عصبر نعطيك الادريس. المهم الدراري اني وايز تقريبا الادريس غادي نديرها في الديسكريبشن تقدر تدخل الا كنت دايز باركانساس ان تراكر اي مغربي جيت ماما تلقى الادريس في الديسكريبشن تقدر توقف بعد الجامع. المهم بروز ذاتس ات فور توداي. واز يور بوي تراكر.